كان بالأمس تحدثت مع المستشار عادل حسين وأجرى مداخلة كان مع قناة التلفزيون العربي، وأنا كان عتاب على المستشار عادل كيف يقوم بالاتصال بتلفزيون دولة، تلفزيون تابع لعزم بشارة الإسرائيلي، لأنه المستشار عادل حسين في كل الأحوال قال ما قال بالأمس، وكنت أود أن أسأله عن كيف يقيم تحول مسار دينا عدلي حسين ابنته من اللي هي مستشار قانوني للفريق شفيق وكأنها تحولت إلى مستشار سياسي. كنت أتمنى أن أسأله، لكن ربما كان لدي احترام لانفصال كل شخص وحرية كل شخص، وتوقفت وقلت بأن الرجل قال ما قال فيما يخصه شخصيا، لكن ما يخص دينا عدل حسين وهي شخصية مستقلة محامية كان يخصها. ولذلك النهاردة اتصل زميلي في الإعداد بالمحامية دينا عدل حسين وتم الاتفاق معها على إجراء مداخلة النهاردة، وسألت سؤال، قالت له أنتوا تلفزيون مصري، يعني أنتوا تلفزيون محطة تلفزيونية مصرية؟ قال لها إحنا تلفزيون مصري. فقالت له خلاص اتفقنا أن إحنا نلتقي على الهاتف الساعة 6:30، وستة ونص زمايلي بيقولوا لي دلوقتي أغلقت الثلاثة هواتف بتوعها. أنا خلاص أنا أتيح الفرصة للجميع وبمنتهى المهنية وبمنتهى أيضا التجرد، لا مصلحة لي على الإطلاق إلا الحقيقة وإلا ما يصب في مصلحة هذا البلد. دينا عدلي حسين اللي هي محامية الفريق شفيق فيه عنوان عريض عشان ما تهش، بلبلة شديدة حدثت فيما يخص الفريق شفيق منذ خطابه اللي قاله فيه لرويترز في الإمارات وحتى مكالمته الهاتفية مع الزميل وائل إبراش. الفترة منذ ان خرج على رويترز قال لهم هترشح لغاية لما طلع مع وائل إبراشي، وفترة اللغط بتتحمل مسؤوليتها الكاملة دينا عدلي حسين، مع كامل احترامي للجميع ومراكزهم القرنية، إلا أنه لما تقول أول حاجة أن المعلومات، هات لي يا ابني التويتر اللي قايلها، المعلومات الصحيحة عن الفريق شفيق إما عن طريقي شخصيا أو ما ينقل على وكالة رويترز فقط وغير ذلك معلومات مغلوطة. مين اللي قال كده؟ هي قالت أهو، أي حاجة عن شفيق تاخدوها يا مني شخصيا يا من رويترز. ماشي يا ستي، حاضر، شيل يا ابني. قالت ايه؟ كتبت هي بقى، هي احنا خلاص انت القبله، احنا وراك يا ستي. تم القاء القبض على الفريق شفيق من قبل السلطات الاماراتيه من منزله لترحيله الى مصر، وانقطعت الاتصالات مع الجميع. والنبي لما انتوا كمشاهد ولما احنا كمشاهدين قرينا البوست ده للمحاميه بتاعت الفريق شفيق، تم القبض عليه وترحيله لمصر وانقطعت الاتصالات، تعمل ايه؟ الهرج والمرج والإشاعات والكلام، وده يقول وده يعيد وده يشكك وده يقول ده كذا، والراجل مين اللي كتب الكلام؟ مين اللي قال؟ مين اللي أثار لغط في الموضوع؟ المحامية اللي قالت معلومات غير دقيقة تماما، معلومات غير صحيحة 100%. طيب يا ستي انت قلتي هذا الكلام، فين معلوماتك؟ يعني فين المعلومات اللي خلتك تقولي ان تم القبض على القاء القبض عليه وانقطعت الاتصالات مع الجميع؟ هل المعلومات دي كانت من بنات الفريق شفيق مع كامل احترامي، ولا من معلومات من مصادر اخرى احنا ما نعرفهاش، ولا من بنات افكار حضرتك؟ انا برضو ما اعرفش. لكن الكارثه بقى، الكارثه الكبيره اللي قامت بيها دينا عدلي حسين من وجهه نظري وفي تقديري كمواطن وكمشاهد وكواحد بخاف على بلدي، كم الشائعات اللي خرجت نتيجه البوستات والكلمات اللي قالتها وبتشكك، تم القبض عليه في الامارات، وقفوه، منعوه من السفر، لا ده كذا، والفيلم اتسرق من الجزيره وراح فين، لغايه ما جينا هنا مصر ده اتقبض عليه، ده مش عارفين، ده مخطوف، ده رايح، ايه اللي بيحصل؟ هو ايه البلبله اللي حصلت؟ ايه البلبله اللي حصلت في الشارع كله نتيجه ان فيه عمل في تقديري غير مسؤول تم كتابته على صفحه المفروض كلنا عارفين حجيتها القانونيه ايه؟ لكن فوجئت بعد كده بالاستاذه دينا عدلي حسين
بتقول برضه هات لي يا ابن البوص اطلع بيه، لا صحة لا صحة لإشاعة طرد الفريق من الإمارات، فهو ما زال بمنزله هو وأسرته حتى تاريخ كتابة هذا البوست. يعني أنا ادوني دماغك وهات لي البوستين جنب بعض يا فادي. أول حاجة قال لك تم القبض عليه الفريق، هي اللي قالت تم القبض عليه، وبعدين قالت لا صحة لإشاعة طرد الفريق. مين اللي عمل الإشاعة؟ ما حضرتك اللي قلتي تم القبض عليه، وحضرتك اللي جاية تقولي لا صحة الإشاعات، يعني قالت القول وهي تكذب القول. أعمل إيه؟ هات لي الاتنين جنب بعض عشان الناس تشوف. المشكلة إن إحنا بننسى، المشكلة إن إحنا مش مركزين، المشكلة إن تفاصيل كتير. هات لي يا سيدي فاضل لي ست دقايق، إديني كمان دقيقتين. هات يا فادي الاتنين لأنه فعلا حاجة تجنن. يبقى هرجع تاني للموضوع وكل قضايانا بنناقشها، وحتى في زملاء إعلاميين وفي زميلة طلعت تقول إحنا في بلد محترمة ما ينفعش رئيس وزراء يختفي وما في إيه؟ في إيه؟ طلع الراجل قال أنا معزز مكرم، أنا في بلدي، أنا راجل تمام، أنا 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 أنا، كذب كل هؤلاء. أنا بسأل بقى سؤال، أنا مش راجل قانون ومعرفش في القانون، وبسأل كل الناس القانونيين وبما فيهم أيضا المستشار عادل حسين، أدي الاثنين في واحدة أهو قدامكم، تم إلقاء القبض، هي اللي قالت وبعدين قالت لا صحة الإشاعة. مين اللي عمل الإشاعة؟ أنت صاحبة الإشاعة، وانت من تسمينها اشاعه، انت اللي قلتي معلومه وهي معلومه غلط، وجايه بتقولي ما حدش يصدق الاشاعات، حضرتك اللي عملت الاشاعات. طيب خلاص ادي الكلام اللي قالته، وعملت بيان وقالت وسائل الاعلام، وبعدين معلش يا ستي دينا احنا وسائل الاعلام وطنيه مش ماجورين ولا مزقوقين ولا حد بيملي علينا شيء الا ضمائرنا. يعني ايه حضرتك ما تطلعيش غير لوسائل الاعلام اجنبيه، رويترز والجزيره ومكملين ولا اسمها ايه التلفزيون العربي والشرق. يعني انا ما اعرفش، انا شفت التلفزيون العربي والجزيره، ما اعرفش زمايلي بيقولوا مكملين والشرق، انا ما شفتهاش لان انا بقول المعلومه والمشاهد بتاعي، وعدته لن اقول الى الحقيقه، لكن لن اقول كل الحقيقه لان كل الحقيقه صادمه، والله العظيم انا ما اقول الا الحق او ما اعتقد انه حق، لكن ليس كل الحق، ما اقدرش اقول كل الحقيقه لانه هتزعل وهتجرح، لانه احنا بنقول جزء صغير فعلا من اللي احنا بنعرفه. انا تاني بقول انه خلصت القصه والفريق شفيق اسدل الستار على قصه بايخه، على قصه مسخه، على قصه سخيفه للغايه، والناس تتكلم وشفيق رايح جاي وغير وغير. السؤال بقى مين يحاسب من اخطا في حق الدوله المصريه؟ مين هيحاسب اللي غلطهم؟ في ناس غلطت وأهانت الدولة وعملت إشاعات على الدولة وتقولت على الدولة وأشاعت أن الدولة بتخطف ناس، وأشاعت أن الدولة بتحتجز ناس، وأشاعت أن الدولة بتساوم ناس، كل ده ما حصلش. أنا بسأل سؤال محدد، مين هيحاسب هؤلاء؟ وأول هؤلاء في تقديري المحامية بتاعت الفريق شفيق. إيه؟ هو أما قالت تم القبض عليه، هي اللي قالت مكتوب على صفحتها شوفوه، وبعدين قالت ده ما تصدقوش اشاعات، وقالت انا المسؤوله، وبعدين عملت تقرير كبير وبنته راحت وكذا والطياره وشويه تفاصيل، وفي الاخر الراجل يطلع ينسف كل هذا. هو حد يطلع يقول للفريق شفيق هو فقد اهليته؟ مع كامل احترامي، هو حد يقول لي لا زي حازم عبد العظيم اهو اسمع تعال، ما هو دين عادل حسين لسه ارجع لها تاني، بس ادي حازم عبد العظيم، حازم عبد العظيم ده امعه، حازم عبد العظيم ده لا شيء، ده عباره عن حشره، ده عباره عن واحد اصلا بيأجر اخلاقه ومبادئه او ما تبقى منها مفروش لاي حد، وده بشكل واضح. هذا الرجل صاحب العلاقات القديمه مع الاسرائيليين واليهود اللي عامل فيها بطل قومي الان، وعامل فيها مناضل سياسي، شايفين؟ تعالوا شوفوا في الفيديو قال ايه على هذه الواقعه.